اليوم راح نكمل شوية شغلات في البريد فيست شو شرحناه يعني بيسكلي المرة اللي فاتت، بس بدي أكد على شوية شغلات بالبريد، بعدين بدنا نحكي عن الدرس. خلينا نحكي المثال اللي عملناه المرة اللي فاتت. Okay.
مين ما لقتش مريم عليها الأول؟ إذا مرينا الدي تشدر تبعونها الإي والإتش ماشي الحال. إذا مرينا على الإي بعدين على الإتش هلا تشدر تبعون الإي كان في عندنا الإف والإتش. الإف مرينا عليها وعملنا إنه الديستنس تبعتها ثلاثة. هلا بالنسبة للإتش اطلعنا لقينا انه طبعا لما كنا في الاي ليش ما رجعنا على الاتش؟ لانه الاتش كنا مارين عليها كنا حاطين الديستنس تبعتها. لاحظ انت اللي هنا ديستنس بيساوي 0، الليفل اللي بعديه ديستنس بيساوي 1، الليفل اللي بعديه ديستنس بيساوي 2 اللي هم مين؟ السي والاي والاتش. اوكي الان لما جينا على الاتش طلعنا على ال نيبرز تبعونا لقينا انه اول شيء الاي لما جينا على النيبرز تبعون الاي لقينا انه الاتش مرينا عليها قبل هيك بس الاف هي الجديده فاعطيناها ديستنس تساوي 3. الان لما جينا على الاتش طلعنا لقينا انه النيبر الوحيد من النيبرز تبعون الاتش ما مرينا عليه قبل هيك ما اعطيناه مسافه هو مين؟ الجي. ماشي الحال؟ إذا الآن هذا اللي احنا رسمناه على اللوح يسمى الـ DFT tree. ايش الـ DFT tree؟ يعني انه احنا فعليا لما عملنا الـ DFT زي كما استخلصنا من الجراف اللي على اللوح الجراف اللي ممكن يكون فيه يعني ممكن يكون سايكلز ممكن يكون بأي شكل استخلصنا منه الـ tree. التري هاي الروت تبعها هو السورس والنودز اللي في الجراف كلهم مرتبين في التري بحيث انه الليفل تبع كل نود بيعكس ايش؟ بيعكس الديستنس. يعني immediate children بالاي هم اللي على ديستنس 1 بعدين الليفل اللي بعديهم بيجي السي والاي والاتش اللي هم على ديستنس 3 على ديستانس 2 والليفل اللي بعديه بيجي الاف والجي. اوكي طيب اذا هاي بنسميها البي اف تي 3. الان البي اف تي 3 مش يونيك مش بالضروره انها تكون البي اف تي 3 يونيك. هلا لو جينا هنا لو كان الجراف في اتش من الاتش الى الاف ماشي الحال. هلا تتبع معي انه حطينا الاتش من الاتش للاف. الان لما جينا على التشيلدرن تبعون الدي خلينا نرسم الدي مره ثانيه. عندي الاي وعندي التشيلدرن تبعون اللي هم البي والدي وهاي السي ما راح تتغير. الان لما جيت على التشيلدرن تبعون الدي او النيبرز تبعون الدي طلعت لقيت عندي الاي والاتش. هلا لو فرضنا اني رحت على الاتش قبل الاي هون رحنا على الاي قبل الاتش. لو فرضت اني رحت على الاتش قبل الاي يعني ايش راح يصير عندي هون؟ 0 1 2 هاي 1 الان هذول 2 الان رحت على الاتش رحت على الاتش قبل الاي في هاي الحاله راح اجي اقول انه الاف هنا راح تكون واحد من النيبرز اللي لسه مش مكتشفين يعني راح تكون هنا انفينيتي راح تصير هنا ثلاثه هنا ثلاثه. فبهي الحاله راح يكون عندي هنا الدي الدي تشيلدرن تبعونها هم الاتش والاي. لو مريت على الاتش بالاول راح تطلع الاف والجي F وال G راح يكونوا تشيلدرن لل H. F وال G راح يكونوا تشيلدرن لل F. الآن لما أجي على الـ E مين راح يكونوا تشيلدرن تبعونا؟ ما راح يكون لها تشيلدرن. لكن الفكرة إنه بالضبط الـ distances راح تضل نفسها، يعني هاي BFT3 مختلفة. الـ distances راح يضل نفسه. يعني هنا
دي تساوي 0 هنا دي تساوي 1 هنا دي تساوي 2 هنا دي تساوي 3 يعني الموجودين ما راح يتغير الديستانس ولا راح يتغير الليفل من اي نود من النودز راح يضلوا نفس الشيء ولكن اللي راح يتغير هو شكل البي اف تي 3 اذا شو اللي بحدد ايش البي اف تي 3 اللي راح ناخذها شو بيحدد اي ترتيب؟ ايوه يعني هون لو جينا سالناكم في الكود اللي على الموبايل اوكي هل راح يمشي على التري هاي؟ راح طلع لنا التري هاي ولا التري اللي على الشمال ولا اللي على اليمين؟ ليش مش محددين؟ صحيح ممتاز اذا هون احنا بالسود الكود اللي كاتبينه على الموبايل بنقول لك فور ايتش بي ينتمي للادجيسنس ليست تبعت اليو يعني بدك تمر على نيبرز الادجيسنس ليست تبعت اليو ما حدد لك هيك حسب كيف هم مرتبين فاذا كان بدنا نتذكر انه الجراف هو ادجيسنس ليست الجراف اللي عندنا راح يكون الادجيسنس ليست تبعته عندك A B sorry A B C I B C D E F G وكل واحد راح يكون فيه النيبرز تبعهم يعني A راح يكون فيها ال B وال D هلا لاحظ انه كان ممكن احنا لو كانت D قبل ال B كنا راح نيجي على هذا الجزء قبل ما نيجي على هذا الجزء بالنسبة لل B برضو عندك ما فيش الا C ما في الا C وبالنسبة لل C ما فيش الا نيبرز بالنسبة لل D في عندك الاي والاتش هلا حسب اذا كانت هيك الاي بعدين اتش راح نعمل البي اف تي 3 هاي اذا كانت بالعكس اتش بعدين اي راح نعمل البي اف تي 3 هاي واضح الان احنا مرات كثيره في الامتحان حتى نحدد لك السؤال نقول لك افترض انه النودز اللي في الادجيسنس ليست مرتبين حسب الالفابيتيكال اوردر يعني ايش؟ يعني في هاي الحالة راح يكون اي قبل الاتش. غالبا في الامتحانات بنقول لك انه الكودز مرتبين حسب الالفابيتيكال اوردر، معنى اخر انه راح يكونوا مرتبين هيك، راح تطلع عندك البي اف تي 3 هاي وهيك غلط. ماشي. اذا اللي ما نفهم من هذا الموضوع انه البي اف تي 3 مش يونيك. في عندك عدد كبير من البي اف تي 3 لانه يعني ال ان جنرال الادجيسنس ليست تبعت كل نود من النودز الادجيسنس ليست راح تكون ممكن تكون كبيره يعني ذا ورست كيس راح تكون كومبليت جراف اذا كان كومبليت جراف راح يكون كلهم موجودين كل النودز التالية فكيف ترتبهم كل ترتيب راح تاخذه راح يعطيك بي اف تي 3 مختلف واذا اخذت ترتيب معين ل يعني الادجيسنس ليست معين لانه ما تيجي للادجيسنس ليست اللي بعديها برضه في عندك كذا ترتيب فهي الشغله فعليا راح تتفرع اكسبوننشال راح تكون 3 او راح يكون اكسبوننشال نمبر اوف بي اف تي 3 ان ذا ورست كيس اصلا الكومبليت جراف في اكستريم كيس اه مضبوط الديستنس راح يكون كلهم على نفس الـ بس احنا بنحكي يعني اذا كان عندك شيء قريب من الكومبليت خلينا نحكي دنس يعني بس ملاحظه ممتازه ماشي هذا اخر نقطة اذا بدي اعدل بدي الكود تبعي البي اف تي كود بدي اياه يعمل لي جنريشن للبي اف تي 3 او يعمل يعني يتبعه كيف ماشي اخذ اي تري بدي اعدل الكود بحيث انه يخزن لكل نود من النودز او كل فيرتكس من الفيرتسيز مين البيرل تبعه بالبي اف تي 3 إذا بدنا نعرف هنا الباي اللي هي البيرنت أو باي أوف يو باي أوف يو هي البيرنت أوف يو إن ذا بي إف تي 3 يعني بمعنى آخر في التري هاي في التري اللي هون البيرنت تبع الاف هو الاي البيرنت تبع الاف هو الاي
بينما في التري هاي البارد تبع الاف هو النتس. انا السؤال كيف ممكن اعدل الكود بحيث انه تو كيب تراك اوف البارد؟ ان شاء الله رح نعملها في يعني في كل جراف الجوريثمز اللي جايين مساله البارد تو كيب تراك اوف البارد. بحط فيرتكس بكل بالكلاس تبعت الفيرتكس اسمها بيرد. اوكي. وقت بعمل اعمل ان كيو لليو للفي هاي بحط لها البيرنت تبعها هو اليو. ممتاز. اذا هون يتحدد البيرنت. عند هاي النقطة يتحدد البيرنت بما انه انا قلت انه الفي هو الفيرتكس اللي انا راح ادخل عليه او النيبر اللي انا دخلت عليه، اذا عند هاي النقطة بكون اليو هو البيرنت تبع الفي. فكل اللي بعمله انه باي باي اوف او خلينا نعتبرها اري. افرض افرض انه عندي اري اوف بيرنتس، البيرنت باي تبعت الفي تساوي اليو، البيرنت اوف في تساوي اليو. طبعا انا ممكن اعمل انيشاليزيشن للبيرنتس، بيرنت اوف يو يساوي نال. طبعا لانه في الاخر راح يكون عندي نود واحده اللي هي السورس ما لها بيرنت. فأنا متحدد انه البيرنت اوف في يساوي. في اي سؤال؟ مهم جدا دائما انه يعني نربط الالجوريثم ايا كان بالكود. يعني في ناس كثير بقول لك يعني انا فاهم الفي اف تي او فاهم الفي اف تي، فاهم الرسمه بعد ما اتبعه على الرسمه، لكن بعرفش اتبعه على الكود، بعرفش اتبع الكود. هيك بنكون يعني ما حققناش الهدف من الموضوع، لانه احنا كمبيوتر ساينس ندرس كمبيوتر ساينس، فكمبيوتر ساينس يعني هدفنا من الاخر نصنع سوفت وير، حتى تصنع سوفت وير بدك تكتب كود. فاذا ما عرفنا نربط الرسم بالكود ما استفدناش شيء، يعني بنكون اللي تعلمناه فنون جميل مش كمبيوتر ساينس، بكون مجرد رسم. ننتقل اذا ما في سؤال ننتقل للبي اف تي. في سؤال؟ او الدي اف اس. انا باي ذا واي ليش احنا بالتريز عاده بنحكي دي اف تي يعني بريث فيرست ترافيرسال، وفي الجرافز مرات بحكوا ترافيرسال مرات بحكوا سيرش. بس ثابت يعني ايش قصدك ثابت؟ مش ثابت يعني مثلا اذا بمشي بريد يعني يكون باث واحد ما في غيره. الدبث بيختلف عن البريد. قصدي يعني خلينا نحكي الالجوريثم اللي مشيت عليه في الجواب تبعه او الطريقه اللي مشيت فيها عن النوتس يعني زي يونيكسر شوي خلينا نحكي يونيك بات. يعني هو اوكي هو مش يونيك بات، لا هو مش يونيك بات، يعني في التري في اكثر من بات. الباث تبع ال دي اف تي غير عن الباث اللي بيمشي فيه بالبي اف تي، البي اف تي اصلا مش باث، مش راح يكون باث. الدي اف تي هو اللي بيكون باث. لكن ليش بنسميه سيرش في الجراف؟ لانه في الجراف في طبيعه استكشافيه. طبيعه استكشافيه لانك مش عارف شو طبيعه الجراف. التري عارفها تري وعارف انك بالاخر راح توصل لكل شيء، يعني عندك روت وبالاخر راح توصل لكل النود، وفي التري ذير از اولويز ا يونيك باث. اوكي من الروت لكل نود من النودز. بينما في الجراف لا ما فيش يونيك باث من كل من الروت الى كل نود من النودز، اذا هو اليونيكنس باث من نود لاي روت من الروت لاي نود من النودز. اوكي مش اليونيكنس اوف ايش كيف احنا بنمشي. هلا في الجراف مساله استكشافيه، وممكن يكون عندك نود زي واي وجي مش راح توصلهم اصلا. فانت بتعمل السيرش بنسميه سيرش لانه في طبيعه استكشافيه، مش عارفين مين اللي راح يوصل له ومين اللي مش راح يوصل له، مش عارفين كيف طبيعه الجراف، لانه الجراف طبيعته جنرال ممكن يكون اي شيء، ممكن يكون كونكتد، ممكن يكون ديسكونكتد، ممكن يكون اكثر من قطعه، ممكن يكون قطعه واحده، ممكن ما بنعرف، هي في نوع من الاستكشاف في الجراف في الموضوع. عشان هيك بنستخدم سيرش في الجراف.
طيب خلينا هنا نغير شوي بالمثال. نعمل دايركت افرض كان عندي دايركت جراف زي طبعا احنا راح ندرس ال دي اف دبث فيرست سيرش على دايركت جراف لكن ما بدي اياك تفهم وتفكر انه يعني الدي اف تي للدايركت والدي اف تي للاندايركت لا كل واحد فيهم ممكن تطبقه على دايركت ممكن تطبقه على اندايركت بس احنا بدنا يعني ناخذ مثال دايركت ومثال اندايركت فما بدنا ناخذ مثالين على كل واحد يعني بس ما في علاقه بين دايركتد ودبث او بريدث يعني الدبث والبريدث ممكن نطبقه على دايركتد ممكن نطبقه على اندايركتد اوكي لو فرضنا انه عندي جراف سلك هلا الطريقه اللي رح نعرف فيها الدي اف تي رح تختلف عن الطريقه اللي عرفنا فيها الدي اف تي رح نعرف ما رح يكون في عندنا سورس محدد وبدنا نشوف مين اللي ريتشبل من هالسورس مين اللي مش ريتشبل لا بدنا نعرف بحيث انه نمر على كل النودز نبدا بالاول من سورس معين نختاره مش ممكن نختاره يمكن نختاره اتراند تختار سورس معين بتعمل الترافيرس ابتداء من هالسورس وبتشوف شو النودز او الفيرتيسيز اللي بتوصل لهم اذا وصلت لكل الفيرتيسيز اللي في الجراف بكون انتهى الموضوع اذا ضل في فيرتيسيز ما وصلت لهم بدك تدور لك على سورس جديد من اللي ما مريت عليهم دور على سورس جديد وتبدا عمليه السيرش من اول وجديد اذا العمليه الثانيه كملت كل النودز او غطت كل النودز اللي في الجراف بتكون خلصنا ما غطتش بدك تدور على سورس ثالث وهكذا يعني بدك دائما تضلك تدور على سورس لحد ما تغطي كل النودز اللي في الجراف هلا احنا بدنا نفترض انه اول سورس اخترناه هو الاي هاي كانت بالصدفه صدفت اخترنا السورس الان خلال البي اف تي الدي اف تي راح يكون في عندي كل نود او كل فيرتكس راح يمر في حالتين الحاله الاولى او في ثلاث حالات الحاله الاولى اللي هي انيشال ستيت اللي هي ان ديسكفرد الحالة الثانية اللي هي discovered but not finished يعني اكتشفناها بس لسه ما خلصنا كل اللي تحتيها واخر شيء finished هلا هاي في السودو كود اللي مكتوب بالكتاب ومستخدم الـ undiscovered بحطها white والديسكفر بس ما فينش تحطها جري والفينش تحطها ايش؟ اللي كانت هاي وايت وهاي جري ايش راح تكون الفينش؟ لا لا هلا احنا ما عندنا هاي الالوان على اللوح فاحنا راح نستخدم هنا راح نستخدم هاي راح نحطها بلو يعني راح نبدا الاول بلو ماشي discovered but not finished او
هو في البداية راح يحط البلاك يعني أصلاً رسمينه بلاك ماشي. هنا راح نحط الديسكفر بات نوت فينيشد اللي هي الجراي راح نحطها ريد وما عندنا الالوان هاي. واخر شيء بدنا نحطها ماشي. اذا اول شيء كله بلاك بعدين ريد بعدين اذا هون اول شيء هاي حطيناها ريد لانه هي السورس اكتشفناها. فراح نيجي نقول انه بدنا نرقم الان الدي اف تي الدي اف اس بدنا نرقم كل خطوه بنعملها كل خطوه راح نعملها راح نعطيها رقم. فراح نقول انه الخطوه رقم واحد انه اكتشفنا السورس. الان بنطلع في الادجسنسي ليست تبعت السورس بنلاقي الاي والدي. راح نفترض انهم مرتبين الالفابيتيكال اوردر فراح نيجي على الدي في الاول. فراح نقول اكتشفنا عفوا الـ A قبل الـ D. نقول الآن اكتشفنا الـ A والـ A هاي أعطيناها رقم الخطوة رقم 2 إن اكتشفنا الـ A ماشي لحد الآن. الآن هاي الـ A وضعها إنها ديسكفر بس نوت فينيش. ديسكفر يعني اكتشفناها وصلنا لها. نوت فينيش لسه في تحتيها أشياء ما استكشفناها فهي عملية استكشاف. الآن باجي على الـ النيبرز تبعهم بلاقي في بي وفي دي حسب الالفابيتيكال اوردر باجي على الدي فباجي بعطيها رقم العمليه رقم 3 وبكون انا اكتشفت البي. الان لما اوصل للبي ما فيش عندي الا نيبر واحد اللي هو السي فالسي باجي بقول اكتشفت السي وبعطيها الرقم 4 ماشي. الخطوه رقم 4 هي اكتشاف السي. الآن لما وصلت السي السي ما فيش إلا نيبر واحد اللي هو الـ A لكن هذا الـ A لونه حاليا هو أحمر يعني أنا مكتشفه ما برجع طالما أنا مكتشفه ما برجع. إذا هون عند هاي النقطة لازم أرجع. ليش؟ لأنه النيبر الوحيد إذا بدي أمشي لقدام برجع على شيء أنا اكتشفته قبل هيك فهيك عمري ما بخلص. معنى الحكي إنه لازم أرجع. فبقول الان السي اي فينش وي فينش السي وبنقول انه الايفنت رقم 5 هو فينشينج للسي. اذا هون صار في حدثين عند السي اول شيء اكتشفناه وبعد ما اكتشفناه عملنا له فينشينج اللي هو الحدث رقم 5. هلا في نقطه ثانيه انه السي هاي الادج لما يكون في عندك ادج من النود اللي انت عندها لنود الوضع تبعها ديسكفر بس نوت فينيش. هذا الحكي دائما بقول لك انه في سايكل في اللاب. ليش بقول لك انه في سايكل في اللاب؟ لانه معنى الحكي طالما انا باشر على نود ديسكفر بس نوت فينيش معناته انا موجود تحتيها يعني معناته انا وصلت لهون منها يعني في باث طالما انا هون وهاي الوضع تبعها ديسكفر بس نوت فينيش. ايش يعني ديسكفر بات نوت فينيش؟ يعني انا لساتني بستكشف الاشياء اللي تحتي معناته انا بستكشف الاشياء اللي تحتي معناته انا نفسي هون انا تحتيها وبرضه في باث رجعني لها. اذا 100% لازم يكون في سايكل في الجراف. فالاجهزه اللي زي هيك بنسميها باك ايدج. يعني هون وي هاف جاست ديتكتد ا سايكل ان ذا جراف ماشي الحال. هذه بالك انه الباك ايدج يعني تسميه الباك الايدج لما بنحكي عنها باك ايدج مساله مش ابسولوت مش بالمطلق يعني كان ممكن لا ما تكونش هاي هي الباك ايدج. لو كانت المساله بالعكس مثلا كيف يعني بالعكس؟ يعني مثلا بدينا من السي بدينا من السي وبعدين جينا على الاي سي اي بي تكون هاي الحاله مين الباك ايدج؟ من بي لسي. اوكي كل معي. لو فرضنا انه بدينا من السي اول شيء بدينا من السي رحنا على الاي رحنا على الاي بعدين خدتنا على البي بعدين من البي صار في عندي ايدج لشيء ديسكفر بات نوت فينش اللي هو السي ساعتها بتكون هاي هي الباك ايدج. اذا في شيء اسمه باك ايدج بالمطلق باك ايدج بيعتمد على انت كيف ماشي من وين ماشي. طيب اذا الان هاي فينش بس برجع على البي
بقول ها خلصت كل اللي تحتيها اذا it's time to finish it. وبعدين بعطي هذا الحدث الرقم 6. برجع طبعا برجع من محل جديد برجع على الايه بقول ها خلصت اللي تحتيها لا لسه في عندي نيبر ما اكتشفته اللي هو الدي فباجي على النيبر اللي هو الدي بقول اوكي الان بكتشف الدي وبعطيه الحدث رقم 7 ماشي الحال وبعدين بطلع على النيبرز تبعون الدي بلاقي انه النيبر الوحيد هو السي والسي هلا دي بلا فينش لا مش معناته باكج ليش مش معناته باكج؟ لانه اذا السي فينش معناته مش بتدور على تحتيها هلا لما كانت ديسكفر بطلت فينش كنت انا تحتيها لكن هون هي فينش معناته مش بتدور على تحت السي بالعكس انا مش راح اقول ما في باث من السي للدي ما في باث ثاني من السي للدي اذا انا مش تحتيها اذا الادج من النود اللي انا عندها لنود فينش لا تعني وجود سايكل لكن تعني انه خلص انتهى ما بقدر امشي لقدام يعني اذا سواء كانت هاي ديسكفرد وفينش او ديسكفرد وانفينش ما في مجال امشي لقدام بدي ارجع بدي اعمل فينشي للدي وبدي اقول انه هذا الحدث رقم 8 دكتور يعني هون ما في سايكل في سايكل في كيف؟ يعني في سايكل هون هاي مش باكج والجراف في سايكل لا يعني هاي هيك سايكل انه بامكاني من اي ارجع على اي عن طريق دي وسي بامكاني من اي ترجع لا اي عن طريق دي وسي طيب فهاي سايكل اوكي هلا هو الان هو مثلا هل في سايكل في الجراف ولا مش سايكل؟ في سايكل في الجراف لكن هاي الايدج هون تحديدا بالترتيب اللي انا ماشي فيه لا تدل على وجود سايكل مش جزء من سايكل في الترتيب اللي انا ماشي فيه هاي الايدج كانت ترتيب كانت جزء من سايكل لكن الايدج هاي مش جزء من سايكل في الترتيب اللي انا ماشي فيه اوكي وين السايكل اللي هاي جزء منه اذا مشيت هيك هلا اوكي اذا يعني هون انا مكتشف هاي الباكج فاذا السايكل هاي اللي انت بتحكي عنها حسب الترتيب اللي انا ماشي فيه هاي هي اللي تعتبر الباكج تبعت السايكل هاي هي اللي تعتبر الباكج ريليفنت تو الاوردر اللي انا ماشي فيه زي ما قلنا لو كنت انا ماشي بترتيب اخر ممكن تطلع هاي هي الايدج هاي تطلع هي الباكج حكينا انه مفهوم الباكج مفهوم ريلاتيف تو الاوردر اللي انا ماشي فيه يعني ممكن تفكر باوردر اخر تطلع فيه هاي هي الباكج ماشي الحال يعني كيف زي طب ممكن يكون في اكثر من باكج من سايكل مثلا هلا كيف بدك تعد السايكلز؟ مو السايكل بدك تعد السايكلز، هلا احنا اللي بهمنا انه كل باكج تعني وجود سايكل، يعني اذا وجدت باكج واحده في الجراف معناته في عندي سايكل. لو كان في باث من سي لدي من دي لاي لو كان في باث من سي لدي من دي لاي نكت باث من باث من دي لاي برضه سايكل باكج بدك باث من يعني بدك ايدج من سي لدي اه من دي لاي ومن دي لاي بس انا بعد على كيف الترتيب اللي انت ماشي فيه يعني والسؤال كيف الترتيب اللي انت ماشي فيه بدك يعني نفس الترتيب هلا لو كانت هيك رح تتغير شغلات كثيره لو كنا كان بعدين يعني كنا رح ناخذ دي بعد السي بعدين كان اه بعدين الان في هاي الحاله يعني كنا رح نمشي في البروجكت تبعها لما نوصل السي رح نكمل للدي هي رح تكون ايدج يعني دي اف تي ايدج لما نوصل للدي رح تكون هاي بالنسبه لنا هي الباكج طب والسي ايه ما عم يكتبوا برضه الباكج؟ ايه ومن سي ايه برضه تعتبر باكج اي ايدج من النود اللي انت فيها النود اللي انت عندها لنود ديسكفر بس نوت فينش تعتبر باكج اذا في هاي الحاله رح يكون في عندنا تو باكج طيب اذا ما عندي ولا باكج 100% يعني اذا في سايكل في الجراف لازم يطلع عندي 1 باكج اما اذا ما طلعش ولا باكج معناته الجراف اسيكل
اسيد بالجراف يعني ما في ولا سايد. طيب خلينا نكمل. وين وصلنا احنا؟ عملنا فينيشنج للدي. هلا لما عملت فينيشنج للدي بدي ارجع للاي، الاي بكون خلصت كل النيبرز تبعونا خلصت، اذا اتس تايم تو فينيش. طب عملنا فينيشنج بقول انه هذا الايفنت رقم 9 ماشي كيف؟ هلا بعدين الان بدي ارجع للسورس تبعي اللي هو الاي، بدي ارجع للاي بقول انه هاي اكتشفت كل النيبرز بطلع في عندي نيبر جروب تي، لكن التي اس فينش برضه هاي داتا عندي سايكل، بس بس ما بروحش على التي لانها اتس اوريدي فينش، فبس يعني ما بعملش ترافيرس هلا او ما باجي على التي، بقول انه اي فينش ات ذيس بوينت الايفنت رقم 10 وبقول فينشينج للسورس. اذا اللي صار هون اني عملت فينشينج للسورس وانا لسه ما كملتش استكشاف كل النودز، فزي ما حكينا بدي ادور لي على سورس جديد. انا طبعا بدي اجوز اطلع على الروح بقول احسن لي هذا ابدا من الدفع، لكن الكود ما راح يقدر يعمل يعني يلاحظ الملاحظه هاي، ما راح مش زي ما انت بتطلع ما عندك لوجر انك تطلع على الرسم الوجودي، ان هون احسن لي ابدا من الدفع، يعني ممكن هون نبدا من الاف او الجي او الاتش اي واحد. هلا هون لو جيت بديت من الاتش مثلا عملت السورس الثاني راح ابدا من الاتش وما راح الاقي حدا غير الاتش، يعني هون كل النيبرز تبعون الاتش اوريدي فينش، فراح يكون هو السورس رقم 2. بعدين لو جيت بديت من الاف راح يكون الاف هو السورس رقم 3، لكن لو كنت انا بالصدفه بديت من الاف راح اقدر اني اوصل للجي والاتش وراح يكون عندي سورس. يعني ما في طريقه انك تقدر تحدد فيها والله من وين ابدا حتى يكون عندي اقل عدد من السورس، لانك اصلا انت عامل كل عمليه الدي اف اس حتى تستكشف الجراف. ف لو فرضنا انه بديت من الاف، بما اني بديت من الاف راح اعطيها الرقم، راح اقول اكتشفتها وراح اعطيها رقم 11، بكمل الترقيم ما ببدا من اول وجديد، بعطيها رقم 11. بقول مين النيبرز تبعونا، في عندي الجي، بقول اكتشفنا الجي وبعطيه رقم 12. الان في عندي اتش من النود اللي انا عندها لنود ديسكفر بالضبط فينش، لان هاي راح تكون باك اتش. اوكي الان مين النيبرز؟ النيبرز الاف ما بروحش عليه لانه ديسكفر، النيبر اللي هو الاتش فباجي عليها بعطيها رقم 13. الان تطلع على النيبرز تبعونا بلاقي انه النيبرز تبعونا في عندي الاي والدي فينشت، فما بعملش فيهم شيء، فبقول انه هذا ايفنت رقم 14 اللي بعمل فيه شيء للاتش. برجع للجي، الجي الان بكون خلصت النيبرز تبعونا فاتس تايم تو فينش ات، بتكون رقم ايفنت رقم 15. برجع اخر شيء على الاف بكون خلص النيبرز بعملها فينش وبكون هذا الايفنت رقم 16. دكتور انا مش بتحكي انه احنا عندنا مشينا الفاباتيكال اوردر الادجيسنسي ليست. هون انا ما مشيتش على الفاباتيكال اوردر بس هنا، يعني انا بديت من قلنا كيف اخترت الاف بالصدفه؟ يعني كان ممكن اخذ الاف او الجي او الاتش بالصدفه، قلنا اخترنا الاف. لما اخترت الاف كم نيبر؟ اذا بلشت نيبر واحد بقول جي، فما في يعني هون الاوردر ما له معنى، لو فيش نيبر واحد بقول جي. هلا النيبرز تبعون الجي في عندي الاف وفي عندي الاتش، لكن الاف اوريدي فيزيتد، فما في ان فيزيتد هون الا الاتش. اوكي انا كان لما حكيت الفابيتيكال اوردر وذن الادجيسنسي ليست، هلا لو كان الفابيتيكال اوردر برضه لما تختار السورسز بتكون يعني راح يعطينا دي اف اس ثاني، يعني هون كنا راح نبدا اكيد من الاي ماشي، ومن الاي مش راح اقدر استكشف الا البي والسي والدي ماشي، فراح يكون عندي يعني اذا بديت من الاي راح يكون عندي هاي اول جزء،
بعدين الجزء الثاني بدي ابدا من الاي من الاي ومن الاي بس راح تستكشف لي نفسها لانه هذول راح يكونوا ديسكفر راح يكون عندي السورس رقم 2 هو الاي وبعدين اللي بعديه الاف راح يكون عندي 3 سورس اذا مشيت الالفابيتيكال اوردر زي ما انت بتحكي راح يكون عندي السورس رقم 1 الاي السورس رقم 2 هو الاي السورس رقم 3 هو الاف بس طبعا انا مش عارف يعني مين احسن سورس ومن وين ابدا اعتمد يعني لانه اصلا انا عامل الدي اف اس حتى استكشف الجراف هلا اذا كان طيب هلا خلي عمليه الكود للمره الجايه بس بدنا نحكي شغله عن الدي اف تي تريز هلا البي اف تي بيعمل لك كان كنا نطلع تري واحد هلا هون كل سورس فيه له تري راح يطلع لنا ما يسمى بالفورست الفورست اللي هي عده تريز فالاوردر اللي احنا مشينا فيه هون بدل من الدي من الدي كان اعطاني الـ A ومين الـ D هاي النيبرز تبعونا ومن الـ A رحنا على الـ B ومن الـ B رحنا على الـ C اوكي ومن الـ D ما رحناش ولا على حدا الآن بالنسبة للـ E هاي خلصت الـ 3 الأولانية إذا هاي 3 رقم 1 هلا تري رقم 2 بدينا من الاف ومن الاف رحنا على الجي ومن الجي رحنا على الاتش اذا الدي اف اس راح يعطينا فورست ان جنرال يعني فورست اللي هي مجموعه من التري كل تري الروت تبعها السورس اللي بدينا منه هلا مين النود اللي لو كنا محظوظين واخترناها سورس بالاول كنا راح نحصل على تري واحد جي او اف اذا لو اخترنا الاف مثلا او الجي لو اخترنا جي او اف لو كنا محظوظين كانت راح تطلع عندنا تري واحد فقط زي ما حكينا يعني ما بنقدر نعمل اوكي هذا بالنسبه للدي اف اس المره الجاي نكتب الكود وبنعمل اناليسيس وبرضه يعني بنناقش بعض القضايا المتعلقه فيها